اخبار اليوم. ربنا يخليك، ودايما اخبار اليوم كده مشرفانا في كل حته ومتابعانا. والله احنا موجودين النهارده طبعا بندعم بلدنا وبندعم سياحه بلدنا وبنلبي اي رغبه بتطلب مننا في الجهه دي بالذات. وبالنسبه للنينجاهات بقى يعني بنرحب بيهم في مصر وبنقول لهم منورين الدنيا، وكنينجا يعني بقى وبروجرام بالضخامه دي انا فخور ان مصر هيبقى فيها برنامج زي نينجا وارير. يعني الفترة اللي جاية بحضر لسينجل إن شاء الله، كلمات أحمد راشد، ألحان وتوزيع محمد رحيم، وهتتصور في نص الشهر اللي جاي ده إن شاء الله. ولسه في يعني في اتنين مخرجين لسه هنختار بينهم واحد، وإن شاء الله على العيد أو بعد العيد بكتير هتنزل إن شاء الله. بص، هو ألبوم فترة يعني دلوقتي ألبوم خطوة مؤجلة بالنسبة لي، لأن ألبوم محتاج ماتيريال وأرض صلبة واقف عليها، ويبقى ليا كذا سينجل وكذا أغنية اتسمعت وأنا لسه ما عملتش غير اتنين حالة مؤقتة وأنا الصاحب. فأنا شايف إن الفترة الجاية لا، سينجل في سينجل في سينجل، وبعد كده إن شاء الله أما أحس إن أنا يعني أنا مؤهل إن أنا أبتدي أشتغل في ألبوم وأمضي مع شركة هعمل ده ومش هتأخر طبعا.